الركن السادس من أركان الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ نعم. بقدرنا بالله السنة بالله فرد مامن من دنو. الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب، أربع درجات. الله سبحانه وتعالى والسنة فرد مامن أرد مازن دنو. الدرجة الأولى يا مجمر يا درجة العلم. ما هو العلم؟ ما أن تؤمن أن الله علم كل شيء. لنعطنا أن الله سبحانه وتعالى هل يقعد لا يخفى عليه شيء. كسو عند من أجار مسوى ربنا الثاني الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ولتنيا درجة بمسافو الله سبحانه وتعالى كلام عزتال اندتف استوى ملكنا مكنا ونوهلا اندت عفما من اللبن. الثالث المشيئة، نقول نحن بإذن الله بعد الدرس نصلي صلاة المغرب، شاء الله أن نصلي صلاة المغرب صلينا، شاء الله أن لا نصلي والله لا يمكن أن نصلي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صاستنيا بالله فكر مكنا ولنا الله فكر كالونا كل من أجد تمغري أو صلاة درسل الله شتوت كونا كال شاقن أندرسل. الرابع الخلق. ما معنى الخلق؟ أنت مخلوق وأعمالك كذلك مخلوقة. أردتنيا ودمو ما سجنيتو بذيهم لنا منه إيهم تقدروا كاتكا ماذا أصنع؟ من دنو مفتروا مالت من دنو مسروا. أؤمن بهذه المراتب الأربعة بأنذي أردت وتشين أكنا وعمال تنسنا منه يقدر معه. أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة لا من أهل النار. لنا منه الله سبحانه وتعالى مطنا لن يجن السوج لنه ومرتنا البنلا لنا منه يساسه لنا. وأعمل بهذا بعمل أهل السعادة ولا أعمل بعمل أهل الشقاء نسأل عافية السلامة. إذا وين يدلين وتنسر على انسرانا وين يمتو يا دلين وتنسر على انسرانا الله يتبك عننا. وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلني من أهل الجنة ولا يجعلني من أهل النار. الله عندمو تبك عن بلان لنلمنا الله لنلمنا ولو يجنة سرا كميساروت اندي أدرقان اندي تبك عن ندمو يجهنم سرا كميساروت. إيمان ما منه وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى بالله طروط الطريق لنورننا وعمل اذا مسراتنا وخوف مفرات لنورننا ودعاء دعاء من النارنا. بعض الناس هدانا الله اياه كافي والسواج الله طرو من قديم راتونا يشرب الخمر تعالى تتعالى وتقول له اتق الله كيف تشرب الخمر وانت مسلم أنت مسلم له انديت عسكري قال له سيروت يقول لو شاء الله ما شربت الخمر الله بيشاو نروال تتامر بربلو بقدر يا معنى إنما أشرب بقضاء الله هذا أمر كتب الله سبحانه وتعالى عليه متتاو قوبا الله قدر نو الله تفو بنيا بلو بقدر ويشكرا كرا ماذا تصنع مع هذا اندذي هالو تمواجه شكرا من دنو مرسل تضرب حتى يغمى عليه فما توالى فين تستنيهون فإذا أفاق يا دقنا يا سران رانا يتملس كذي وقال لماذا تضرب لا منه مثل ما تعين بلاسله تقول كتب الله نضربك ماذا أصنع الله أنت عندما تعطف والدين وبلا من لبالك اقتنع تبقى كذي كمكو اتركه فوه تمل لم يقتنع تعال أيه تعال بتقول تضرب الثانية واتني أتجه حتى يغمى عليه عون فين تستني بلاديس لا تضرب أحد عند سوات دا نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم إنه من الأول توقفاً داتي أنه لابد المرء يختار طريق السعادة طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق السلف يا سلف واتشين من قد يا نبي ياتشين من قد لما تقبل جاهم بدمتهم لما استمع لها لو جاند واتشين لماذا تختار طريق الضلال لمن دلنا ويتميت من قد متمرت رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
عند ليبا ودع عمر بن الخطاب تكسو قرب رضي الله عنه فأمر عمر رضي الله عنه بالشرع أن تقطع يده. عمر بن الخطاب اجند قرط عزز. اعترض هذا السارق على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إيه ليبا بعمر بن الخطاب لا يتقاوم قرب. وقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله. أنت يوم وتعزاج نكوي سرقه بأ الله أساني نو فرد وبينو أتلومني على شيء كتب الله عليه كتب الله أن يسرق الله إن بسرق بوسنا بيريني أن توقسني الله بلو تقاومات شو قال له عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب بلو علي. ونحن كتب الله أن نقطع يدك ماذا نصنع هذا أمر كتبه الله. إن يام يا يبان الجند إنك ورط الله تفضل النال إن جت لنا لهلم قرط وصلوا بهالجال. كيف تلومن على شيء كتبه الله؟ الله بوصلوا بقدر إن جت عن تجهب قرط فرد. لماذا في الدنيا تختار أعلى الوظائف وأحسن الأشياء وفي الآخرة لا تختار هذا؟ لماذا؟ لمنو بالدنيا للدنيا إهنيون ستمرت لآخرة. يعني يا عيون يا المرق لمن دينه